السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح نحكي عن صياد كان فقير وكان وضعه كتير كتير تعبان، وكان هذا الصياد يطلع كل يوم يروح ويصيد، شو ما الله يكرمه يصيد، يرجع على هالبيت ياخد يحط حصته ومرته ياكل، واللي يزيده عنده يبيعه. احيانا كان يرجع ما في معه غير انه لازم انه بس ياكل، يعني قدر انه ياكل هو وزوجته. فيوم من الايام راح ليصطاد، قام اصطاد سمكه كبيره هيك منيحه، يعني طلع هيك قال اخ تمام، هي السمكه هلا ممتازه راح تكفيني هلا يومين ثلاثه. حمل حاله والله اخذها، قال يلا كفاها الله اليوم، حمل حاله ورجع على هالبيت، عطى السمكة لمرته قال لها خدي وطبخي لنا اياها. والله اخذت هالسمكة وراحت فتحت السمكة هي المرأة، ولا بتلاقي بقلبها في جوهرة، هيك جوهرة كبيرة وحلوة، لؤلؤ ظريفة. طلعت اوه يا لطيف شو والله منظرها شي حلو، اكيد هي غالية. نادت والله لزوجها قالت له تعال شوف شو لقيت بالسمكة. اجا طلع لها شو هذا والله شي ظريف، وين لقيتيها؟ قالت له لقيتها بالسمكة. قال له يا الله الله بعتنا الرزق. والله حمل حاله أخذ هالجوهرة وراح ليبيعها عند الصايد مثل ما بيقول، راح وقال له أنه أنا عندي هاي الجوهرة وبدي بيعها. شاف الصايغ هيك طلع له منين جايبها الجوهرة؟ قال له والله جايبها. قال له بس هي كتير غالي. قال له كتير كتير غالي، يعني أنا إذا بدي أعطيك حقها ما بيكفي المال اللي عندي لأعطيك حقها، غالية كتير. قال له بس رح أبعتك لعند تاجر أكبر مني ممكن إنه يشتريها منك. قال له روح لعند فلان. بعته لعند فلان، فات لعند التاجر الأكبر من هذاك، الله الكبير طبعا. قال له في عندي جوهرة بدي بيعها. ورجاياها شاف الجوهرة، له شو هاد؟ قال له منين جايبها هي؟ قال له والله جايبها. قال له بس هي كتير غالية، يعني قال له ما بيمشي حال انا ابيعك يا، يعني ما بيمشي حال اشتريها منك. قال له طيب شو الحال؟ قال له لازم تروح عند رئيس التجار هون تبع الصاغه، هو بيشتريها منك. بعته لعنده والله رئيس التجار تبع الصاغه، شافها هيك طلع هيك قال له اوف. قال له شو هاد؟ قال له منين جايبها؟ قال له والله جايبها. قال له بس هي كتير غاليه، قال له يعني اذا بدي اعطيك حقها ما يعني ما بوفيك حقها، غاليه كتير كتير، قطعه كتير يعني سمينه. قال له بس رح أبعتك لعند الشخص المناسب اللي بيشتريها منك. قال له مين؟ قال له رح أبعتك لعند الملك. قال له الملوك هن اللي بياخذوا هيك شغلات، روح لعنده. والله راح لعند هالملك وطلب انه يقابل الملك. فات والله شاف الملك، طلع هيك بالملك قال له شو عندك؟ قال له عندي جوهرة وبدي بيعها، وقالوا لي انه جلالتك تشتريها مني. قال له هات لشوف ورجيني اياها. شاف الملك قال له اوف شو هاد؟ قال له انا هي الجوهره بحياتي ما شفت مثلها. قال له اول مره بحياتي بشوف هيك جوهره. قال له هي انا اللي عم هيك عم فكر فيها وعم بحلم فيها. قال له خلص انا اشتريتها منها. قال له طيب. قال له للصياد، قال له قديش بدك حقها؟ طلب شو بتتمنى؟ قام قال له الصياد، قال له والله يعني بدي شويه ذهب، يعني بدي شويه ذهب حقها. قال له لا، قال له ذهب قليل قليل، اعطيك ذهب ما بدك، انت لازم تحدد. قال له والله يا سيدنا ما بعرف انت شو بدك تعطيني، انا بس انا بدي ذهب. قال له طيب. قال له راح اخليك تفوت على الخزينه تبعي ومعك 6 ساعات، هدول الست ساعات راح اعطيك اياهم تفوت تعبي ذهب قد ما بتحسن، قد ما بتحسن تعبي ذهب عبي ذهب وخذ اللي بدك اياه تمام هي الجوهرة. الصياد انصدم، قال له بس هيك كتير يا سيدنا؟ قال له لا مو كتير. قال له روح معك 6 ساعات لحتى تاخذ وتعبي شو ما بدك. انبسط الصياد، والله راح الصياد هو فايت على باب الخزنة، طلع هيك كان في 3 غرف، لقى اول غرفة محطوط فيها اكل، شي بياخذ العقل، اكل وممدودة هيك كل اكل وشو ما بتشتهي بتلاقي هنيك.
طلع هيك قال آه والله هذا الأكل باينته شي طيب وشي ظريف. طيب طلع هيك على الغرفة الثانية، قام لقى بالغرفة الثانية في هيك غرفة نوم وسرير عليها، هيك سرير مريح مبين، يعني بينام عليه الواحد يمكن 10 ساعات ما بيحس، وغرفة هيك كتير حلوة بحياته عمره ما شاف مثلها. طلع هيك على الغرفة الثانية لقى فيها ذهب، وين ما بتطلع عرفوف على الأرض بتلاقي فيها ذهب. قام شو قال لحاله؟ قال لحاله خليني آكل شوي وبعبي هيك بطني وبشبع بعدين بروح باخد ذهب. والله أكل وعبى بطنه على 4، معه 6 ساعات، أكل وعبى بطنه على 24 كله تمام. هو رايح على الغرفة تبع الذهب، طلع هيك قام شاف التخت، طلع هيك على التخت هو آكل وتعبان، قال والله هذا التخت لا يقاوم، والله بدي روح نام شوي، معي 6 ساعات، معي وقت لسه، معي شي ساعة 5 ساعات لسه زاد. والله راح عمل هيك حط راسه ونام، نام هيك لحد ما اجا وعم يصحي مين؟ الحارس. قال له يلا يا صياد قوم. فز هيك الصياد مرعوب، قال له شو؟ قال له خلصوا 6 ساعات. قال له بس انا لسه ما اخذ ذهب. قال له 6 ساعات تبعاتك خلصوا، جلالة الملك اعطاك 6 ساعات وخذ 6 ساعات خلصوا. قال له بس انا ما اخذ ذهب، ما اخذ حق الجوهر لسه. قال له هاي مشكلتك، انت روحت 6 ساعات وانت نايم تصفي. حمل حاله وطلع هذا الصياد، قالوا له يلا الله معك، ورجع على 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 بيته. فات لعند مرته ايد من ورا وايد من قدام، يعني تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. تمام. وز قلت له مرته شو صار؟ ليش مالك جايب معك ذهب؟ ايش شو صار بالجوهره؟ قال له والله الجوهره راحت وهيك هيك 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 صار معي. وقعد يندب بحظه هو وياها. فالعبره من هي القصه انه نحن صاير فينا عم ننسى الهدف تبعنا. هدفنا بهالحياة شو هو؟ الهدف اللي خلقنا رب العالمين مشانه، اللي هو أول شي ديننا وصلاتنا وعبادة رب العالمين وأخلاق، يكون أخلاقه الواحد عالي، يحترم الصغير والكبير، وبنفس الوقت يكون في عنده هدف بالحياة ويركز على هدفه، يركز على هدفه بعدين بيمشي بمتاع الحياة ومتاع الدنيا. يعني هذا الصياد شو غلط؟ الصياد غلط انه راح لمتاع الدنيا، اول شيء اكل وزبط اموره، بعدين راح حط راسه ونام، قال لك بنام شوي بغفى شوي بعدين بروح وصل للهدف تبعي. هذا الغلط اللي غلطه، كان لازم هو بالاساس يعني نحن حياتنا يوصل واحد لهدفه بعدين بيمشي بمتاع الحياة. طبعا وقت يصير في شيء معه الواحد انه خارج عن ارادته، انه هو عم يسعى وعم يمشي وراء هدف ورب العالمين ما عم يوفقه، هاي الشغلة بتكون بإيد رب العالمين. بس رب العالمين أكيد ما بيضيع إنسان مع رب العالمين، أكيد رب العالمين ما بيضيعه. فهو الصياد كان لازم يروح على غرفة الذهب أول شيء يوصل لهدفه، يأخذ ذهب ويظبط أموره، بعدين يروح يأكل يظبط أموره، بعدين ينام ومعه الذهبات. إذا نام يفز معه الذهبات. يعني قصة بصراحة حلوة وعجبتني، حبيت شارككم فيها. إذا عجبتكم القصة اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالقصة وشو المضبوط اللي كان لازم يعمله الصياد. وبتشكركم، وإذا عجبكم الموضوع بتمنى أنه تشتركوا بالقناة إذا كنتوا جداد عم تسمعوا هذا التسجيل، وتعملوا لايك. وتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.